يا اهلا ويا سهلا بطلابنا طلاب الصف الثامن، واليوم معنا بالزاويه اليسار في حلبه الملاكمه الاستاذ عصام الشرباتي، وبالزاويه اليمين طلابنا طلاب الصف الثامن، واليوم بدنا نطحن ماده الصف الثامن اللغه الانجليزيه. استاذ عصام ايش مجهزيننا؟ الله يمسيكم بالخير اولا طلابي وطالباتي للصف الثامن، عدنا والعود احمد، وان شاء الله تكون بدايه خير وفصل دراسي ثاني بكفي. خلص يعني نمنا كثير، قعدنا كثير في البيوت، بدنا نرجع بنشاط، وكثير بشوف ناس على السوشيال ميديا بتحكي ان شاء الله يرجع اونلاين. لا ان شاء الله انه ما يرجع اونلاين، وبدنا نطلع من البيوت نتنشط. تمام، بدنا نتحرك، الحركه بركه. ان شاء الله تعالى اليوم رح ناخذ يعني لمحة بسيطة عن محتويات الكتاب للفصل الدراسي الثاني، ورح ندرس We Will Travel to the Stars، الدرس الأول من بطاقتنا. إن شاء الله تعالى رح تكون الدروس كاملة متاحة من خلال البطاقة. بنفع أني أسوي تسويق عندكم ماركتينج بالله عليك؟ نو. ليش يا زلمة؟
So we have two gifts. ايوه كمل. طيب يا جماعه عندنا بطاقتين راح نربحكم اياها. البطاقه الاولى كيف صار راح يربحها الطالب؟ شوف انا صار لي زمان مش طالب بس بدي احاول اتذكر. يلا انا بتذكر ان البطاقه الاولى اكثر واحد بيعمل شير. بالضبط اكثر واحد بيعمل شير مش الاصحاب. البطاقه الثانيه يعني من الان بلش شير يعني خلاص. شوف تستنى قاعد انت الان في معركه جهز حالك وبلش يعني مشاركه للبوست. تمام الثاني. والبطاقه الثانيه ان شاء الله تعالى راح تكون يعني لسؤال ضمني من ضمن الشرح يعني سؤال متوقع سريع. فانت تكون مجهز حالك. تكون مجهز حالك. اسرع واحد بيجاوب بطريقه صحيحه حيربح البطاقه ان شاء الله. في شيء يعني هدايا جديده غير بطاقات في ساعه الاستاذ؟ لا لا جديد والله هي جديد. لا لا ايش اللي ربحهم؟ مش انا اللي ربحهم. انت يا عمي بالشأن. طبعا يا جماعه البطاقه هي الاستاذ ايش اللي فيها؟ انها فيها شرح كل شيء بالتفصيل. بالضبط يعني الكتابين كتاب الطالب وكتاب الانشطه وكل الاسئله مشروعه محلوله ومنفصل مع الاستاذ. فوق هيك في خدمه تواصل مع الاستاذ اكيد. فيها امتحانات مقترحه ومراجعات تفاعليه. هل الطالب بيقدر يحضرها بالوقت اللي بده اياه؟ طبعا في اي وقت بيقدر يعيد الفيديو اكيد محفوظ على البطاقه. باي وقت تقدر ترجع تحضره. بامكانك تتواصل معي عن طريق الواتساب او تتصل حتى مكالمات معي وانا بقدر أن اوضح لك انا معك من البدايه حتى النهايه. بضيف على ذلك يعني الان احنا ان شاء الله تعالى في عندنا مجموعه مدرسي منصه اساس تعليميه عملوا مجموعات ارتقوا انهم يشتغلوا مجموعات تعليميه على الفيسبوك. فانا بس من خلال هذه البث بدعوك انك تنضم للمجموعه اللي راح ينزل رابطها الان في الكومنتس. انضم إلها راح يكون فيها شغلات كثير مفيدة وراح أتابعكم بشكل مستمر. أستاذ تقدر تكتب لهم اسمها كمان خلال البث عشان أكيد هي اسم المجموعة طلاب الأستاذ عصام الشرباتي للغة الإنجليزية للصفوف من الثامن وحتى الأول ثانوي إن شاء الله تعالى. طبعا يا جماعة الخير إن هاي البطاقات تقدر تشتريها إذا ما ربحتها. مش نهاية العالم ولا نهاية الكوكب ولا راح يصير حرب بين أوكرانيا وروسيا إذا ما شريتها. لا يا جماعة البطاقة سعرها هلا عليها خصم بدل 25 دينار المادة ب 12.5 أو عرض الحقيبة تاخذ اربع مواد مع بعض رياضيات انجليزي عربي علوم 35 دينار. ممتاز. مش بس هيك زي استاذ زي 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 كل بطاقه تسير الفصل الثاني بتاخذ معها بطاقه الفصل الاول الماضي مجانا. كيف الحركه بتاخذ بطاقه الفصل الاول الماضي مجانا. دقيقه مش فاهم عليك. يعني بيشتري فصل ثاني بياخذ بطاقه الفصل الاول مجانا يعني فرصه انه يراجع الفصل الاول اذا كان حاطط راسه نايم. اذا فتح ماده الفصل فيش حدا بيتابعنا هون الا بيفتح وبيهتم الكتاب وانا متاكد من هذا الكلام. ممتاز. ما في حدا هون مهمل. كل الموجودين على اللايف كلهم مهتمين وكلهم عارفين وين مستقبلهم بده يروح فيهم ان شاء الله. بده يروح فيهم على اشياء كثير مرتبه. صح مزبوط. طبعا يا جماعه الخير استاذ احنا بدنا نطلب منهم هلا طلاب الصف الثامن ارموا كل شيء بيدكم. يلا 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 ارموا كل شيء بيدكم. بدي ايديكم الثنتين تكون فاضيات. الايد اليسار بدنا نضغط فيها زر اللايك. خدعتهم البث الماضي كان ايدي يمين هسه ايدي اليسار. غير اتجاهاتك. اكبس لايك اكبس لايك اكبس لايك هيك سريع سريع سريع. بدي شاشة تلفونك تنطحن وبدي باليد الثاني تعمل زر الشير وتنشر هذا البث على كل مكان وتنشر صاحبك حتى من خاصم صاحبك اللي بتخاصم معه يعمل له منشن. منشن اصحابك رمضان كريم قرب رمضان. على العموم يا جماعة انا راح اترككم مع الاستاذ عصام الشرباتي ليقدم لكم ابرز ما تقدم له الحديث في شرح مادة الانجليزي. شرف يا منت طبيعي. وضعك مش طبيعي. ابصر شو باور مش طبيعي. اعطيني الساعة. لا خلاص الله يسلمك مع السلامة. طيب الله يعطيكم العافية طلابي وطالباتي للصف الثامن. بس خلينا نسكر الباب لأن المهندس مش راضي يسكر الباب. ايوه منيح الحمد لله سبحان الله سكر. طيب طلابي وطالبات للصف الثامن إن شاء الله تعالى بكرة راح تكون بداية شيء جديد بالنسبة لكم لأنه إحنا صرنا زمان ما رحنا على المدارس. المدارس جوها رائع وجميل والصداقة والأصدقاء والأصحاب لما تكون أنت تروح على المدرسة وتشوف أصحابك وتحتك فيهم قاعد تدار بصراحة مليناها بكل معنى الكلمة. لذلك فرصة أن نتحرك ونرجع لحياتنا الطبيعية اللي إحنا أصلاً كنا عايشينها وانحرمنا منها. فلذلك ما بديش ولا واحد يحكي يا رب أونلاين إن شاء الله ما يسمع منكم هاي الدعوة نهائياً ونضلنا مستمرين في التعليم الوجاهي لأنه أجمل شعور إنك تشوف أصدقائك وتحتك في معلميك في المدرسة. بداية الأمر بدنا منكم تشيروا مثل ما حكينا في البداية البث. بدنا نشير البث قد ما نقدر على كل المجموعات. إضافة إلى ذلك بدي أعاود أذكركم مرة ثانية ويريت ما حداش يقول أنت ما حكيت لناش
في عندي مجموعة على الفيسبوك اسمها مجموعة أو مش مجموعة طلاب الأستاذ عصام الشرباتي للغة الإنجليزية. طبعا هاي المجموعة بتخص الطلاب ثامن تاسع عاشر وأول ثانوي، راح يكون في بث أسبوعي لكل صف، وموجود في رأس المجموعة بوست مثبت مواعيد البثوث الأسبوعية. بتمنى إنك تتابع هاي البثوث إن شاء الله تعالى معاكم أنا من الألف إلى الياء، from A to Z. طيب نروح الآن مباشرة، مثل ما احنا شايفين في عندي على السكرين هون هيك ترويسة جميلة حلوة احنا متعودين نشوفها، اللي هي شعار منصة أساس وتحتيها اسم أستاذ كمان بحبكم كثير اللي هو الأستاذ عصام الشرباتي. إن شاء الله تعالى إنه يكون ما بيقصر معاكم. إضافة إلى ذلك في الجانب الآخر منصة أساس تعليمية أكيد مدرس اللغة الإنجليزية الأستاذ عصام اللي هو أنا راح أشتغل معاكم، وراح أورجيكم إيش محتويات السكند سمستر. Second semester يعني الفصل الثاني. في عندي يا 8th grade الصف الثامن 3 modules يعني ثلاث وحد موجودة في الفصل الثاني. طبعا إذا أنا بدي أخذ بعين الاعتبار إنه في عندي الوحدة المرحلة اللي عملوا لها نقل من الفصل الأول للفصل الثاني، هاي إحنا منضيفها، لكن في الوضع الطبيعي هي ليست من محتويات الفصل الدراسي الثاني. طبعا خلينا نشوف عناوين هاي الوحد الموجودة عندي. موديول نمبر 4 We will travel to the stars. We will travel to the stars يعني إحنا رح نسافر للنجوم إن شاء الله تعالى، إذا ما سفرناش على متن طيارة رح نسافر معنويا إلى الأفق بإذن الله تعالى، ولا أعلى مكان اللي هو النجاح. بالانتقال إلى موديول نمبر 5 في عندي عنوان مع علامة تعجب exclamation mark. شو هذا العنوان؟ You can do it يعني كأنه واحد قاعد بشجعك ويقول لك أنت بتقدر تعمل هذا الشيء، أنت بتقدر أنك تحقق هذا الشيء، وأنا من هون بقول لك You can do it and achieve your dreams يعني إن شاء الله تعالى أنت بتقدر تعملها، وأنا عارف أنك أنت قدها وتحقق أحلامك بإذن الله تعالى. في الانتقال إلى The last module number 6 They have endured centuries رح نتكلم عن civilization حضارة أو civilizations حضارات، ورح نعرف إنهم تحملوا وصبروا كثيرا، و centuries جمع كلمة century ومعناها قرون، والقرن يساوي 100 عام. وما ننسى في النهاية إنه في عندي إشي اسمه revision for modules from 4 to 6 أكيد رح نسوي مراجعة للوحد السابقة من 4 إلى 6. كل هذا وأكثر وين موجود يا فليون؟ وين؟ على وين؟ انت احكي لي وين؟ في العبدلي؟ لا أكيد في جبل عمان؟ في بطاقة منصة أساس إن شاء الله كل هذه الأمور in details بالتفاصيل الكلية. طيب الآن نروح أكثر يعني نشوف شوي، خلينا نغوص في تفاصيل الوحد عشان نفهم. أستاذ أنت قلت لي في ثلاث وحد، طيب أعطيني لمحة بسيطة عن هاي الوحد تفاصيلها، إيش فيها grammar، إيش فيها قواعد، إيش فيها functions and skills مهارات ووظائف لغوية، إيش فيها vocabulary مصطلحات. تعالوا نشوف هذه الأشياء بالتفصيل. دائما يا فليون لما الواحد بده يشتري شغلة بحب يتفرج على اليوتيوب على شوية تفاصيل قبل ما يشتري، حتى إنه يكون يعني عارف إيه هو الإشي اللي جاي عليه. فأنا بحب أعطيك شغلات عشان تعرف شو الكتاب اللي أنت جاي عليه. طبعا في هذه موديول نمبر 4 أكيد عنوانها We will travel to the stars، إيش الستركتشرز، إيش الجرامر القواعد الموجودة عندي. رح نتكلم في قاعدة مهمة جدا طلابي وطالبات الصف الثامن، شايفين القواعد اللي انتوا بتاخدوها السنة هاي والسنة الماضية والسنة الجاي والبعديها وصولا للثانوية العامة ان شاء الله تعالى وليس على الله ببعيد، كل هاي القواعد حتعتمد في دراستكم في التوجيه عليها. يعني اذا الان انا ما اتقنتها وكان في عندي مشاكل فيها وتركتها لما وصلت التوجيه، حيصير في عندي حمل أكتافي ثقيل، أنا كل هاي القواعد مش قادر أدرسها لأنه أنت تركتها وأهملتها لآخر سنة في حياتك. ما بيصير. إذا القاعدة الموجودة عندي Future Simple يعني المستقبل البسيط، والمستقبل البسيط اللي إحنا رح ناخده في هاي الوحدة بدنا نتكلم فيه عن واحدة من الوظائف اللي هي إيش؟ Making Predictions، كيف إني أنا أعمل توقعات وتنبؤات. كل هاي الأمور راح نشرحها وتكون موجودة في داخل البطاقة بالإضافة إلى مجموعتي طلاب الأستاذ عصام شرباتي اللغة الإنجليزية اللي نزل رابطها في الكومنتس. ممتاز. طيب وأعطاني هون مثال على كل قاعدة I want to travel to stars or to Mars. راح نتعلم القاعدة بثلاث أشكال، بالإثبات بالنفي
وأكيد بالسؤال في الحالات الثلاث. وفي عندي هون الفانكشنز الوظائف، كيف إني أسوي expressing opinion، كيف إني أنا أعبر عن رأيي. كل هذا وأكثر رح نتعلم كيف إنك تعبر عن رأيك وتعطي رأيك in English، بالإضافة إلى making predictions، كيف إني أعمل تنبؤات باستخدام the future simple المستقبل البسيط، giving reasons كيف إنك تقدم أسباب، يعني أنت بس تعطي وجهة نظرك لازم تعطي أسباب حتى تبرر وجهة نظرك. طيب describing life on another planet، كيف إنك توصف الحياة على كوكب آخر. إذن كل هاي عبارة عن functions and skills، ما بديش أفوت في تفاصيلها وأضيع الوقت عليك، لكن بدنا نعرف شو المحتويات. إضافة إلى ذلك الفوكابولاري المصطلحات الموجودة عندي، راح نتعلم مصطلحات مرتبطة بالسولار سيستم النظام والمجموعة الشمسية اللي إحنا عايشين فيها، planets الكواكب، galaxy المجرة، ميلكي واي درب التبانة، راح نروح ونغوص في الفضاء في هاي الوحدة ونتعلم المصطلحات اللي بتخص الفضاء والنظام الشمسي. طيب أو المجموعة الشمسية، خلينا نروح الآن على الوحدة رقم اللي هي إيش؟ 5. في استفسارات، إيش رأيك نحكي لك بمعنى أول شيء؟ إيش؟ من الطلاب. إيش مين معنى؟ أنا نسيت. معنى أبو ياسر. ضيوفنا أبو ياسر أو ما يقع خلف حساب أبو ياسر، ممكن ياسر أو أخو الصغير. طيب يلا. معنى يوسف ولولو وعمر ومرح ولجين وفهد ورغد ورشا وياسمين ومحمد وكثير من الطلبة ما شاء الله عنهم. ممتازين ورائعين، يا ريت نشير البث ونستمر في المشاركة حتى نربح ونزيد فرصتنا في ربح هذه البطاقة. بدنا نولع البث عشان نعطي مشاركات من هون حتى نهاية البث عشان نشوف مين يربح معنا البطاقة. كمان أستاذ متى تربيح البطاقة؟ طيب لسه بدري يا جدعان، ده احنا لسه بأول الطريق. طيب يا نهار أبيض. كمان أستاذ أحد الطلاب مالك بيحكي لك أستاذ الله يحمي هالساعة أستاذ عصام ممكن تروح منك من العين والحسد. يا سيدي عادي مشكلة. اللي جابها أول مرة بتجيبها ثاني مرة عادي، مش بتجي بالساعة ولا تجي فيه، مش مشكلة. طيب كمان والله بيحكوا لك إنك منور. الله يسعدكم جميعا بنوركم وبحضوركم وبوجودكم. إحنا إن شاء الله تعالى نستمر استمرارنا وسر استمرارنا وجودكم معنا. بالانتقال لموديول نمبر 5، You can do it، يعني أنت بتقدر تسويها، يعني زي ما أقول لك أنت قدها وقدود. طيب شو بدنا ناخد في هاي القاعدة؟ شو الجرامر والستركتشر الموجود في الوحدة الخامسة؟ Have to، don't have to، can and can't. ممكن شغلات جديدة عليك، ممكن في طلاب سمعوا فيها. You have to، don't have to، كل هاي المصطلحات أو القواعد الموجودة عمالي بستخدم ال have to وال don't have to حتى أعبر فيها عن obligation. Obligation يعني شغلات إلزامية، زي لما يجي واحد يقول لك You have to study well، يعني لازم تدرس كويس، فأنا قاعد بعبر عن شغلة إلزامية باستخدام إما have to أو don't have to، يعني أنا بقول لك لا يتوجب عليك عمل هذا الشيء. كل هذا وين موجود؟ شرحه يا فاليون كمان مرة بنحكي في البطاقة وعلى مجموعة طلاب الأستاذ عصام الشرباتي. إضافة إلى ذلك رح ناخد كيف الكان والكانت حتى نعبر فيها عن إشي اسمه ability. ability شو يعني ability أستاذي؟ ability يعني القدرة على قيام بهذا الشيء. بقول لك بتقدر، بتقول لي yes I can، انت عبرت فيها عن قدرتك. طيب تقدر تعمل هذا الشيء؟ للأسف ما بقدرش، no I can't. إذا بإمكانك تستخدم كان وكانت للتعبير عن القدرة إما بالقيام بهذا الشيء أو عدم القدرة على القيام بذلك الشيء. كل هذا رح نشرحه إن شاء الله تعالى، بالإضافة إلى مجموعة من المهارات ومفردات تخص الرياضة، sports الرياضات، رح نروح لعالم الرياضات. انتقلنا الآن من الملكي واي درب التبانة ونزلنا لكوكب الأرض واشتغلنا مع بعض على إشي اسمه رياضات، sports، مصطلحات بتهمني في الرياضة زي أسماء بعض الرياضات، hockey، ice diving، possible، في عندي judo، في عندي كمان التيبل تنس والتنس والفوليبول والفوتبول، كلها عبارة عن رياضات وأسماء مرهونة بالحكام زي ريفري وأمباير. كل هاي المصطلحات اللي راح يشتركوا في بطاقة منصة أساس راح يتصير عندهم as a piece of cake، يعني شغلة بسيطة للغاية. طيب بعد ما انتهينا من الوحدة الخامسة تعال نروح شو محتويات الوحدة السادسة. بدنا ناخذ من وقتكم شوي، معلش انا بحب احط التيبل اوف كونتنتس يعني جدول المحتويات، انا قبل ما افوت على اي شيء بحب اعرف انا ايش الشغله اللي انا داخل عليها،
يعني أنا شو المادة اللي بدي أتعامل معها بالفصل الثاني؟ تمام؟ شوف الآن في الوحدة السادسة They have endured centuries. رح نتكلم عن civilizations, حضارات صمدت وتحملت سنوات طويلة وقرون, والقرن حكينا يساوي 100 عام. شوف في عندي قاعدة موجودة في هاي الوحدة الستركتشرز يا أستاذ, القواعد الموجودة قاعدة بسيطة لكنها مهمة وتتكرر في السنوات القادمة, اللي هي the present perfect simple, المضارع التام البسيط اللي هو the present perfect. طيب شو the present perfect؟ أكيد أنا قاعد بتعامل مع have أو has plus verb 3, يعني have و has زاد verb 3. زي لما أقول لك مثلا I have done, يعني أنا انتهيت من أمر معين. بقول لك والله she hasn't read the book yet, لم تقرأ الكتاب بعد. كل القاعدة هاي حناخدها, كيف الصيغة تبعتها, كيف إني أبني صيغة مضارع تام, كيف إني أستخدم حالة الإثبات والنفي والسؤال, بالإضافة إلى ذلك المفاتيح والكلمات والدلالات اللي بتقول لي استخدم المضارع التام, وتمارين إلى ما لا نهاية حتى نقدر نحصر القاعدة هاي ونحطها وين؟ في جيبتنا الصغيرة ونسكر عليها عشان لما نروح على التوجيه إن شاء الله تعالى تكون أمورنا طيبة وبسيطة. طيب شو رح ناخد في functions and skills؟ describing historic places, رح أوصف مناطق تاريخية وحضارات. okay. inquiring about historical sites, كيف طبعا إني أتكلم عن الأماكن التاريخية, كل هذه الشغلات وأطلب وأسأل وأستفسر. reporting activities done, كيف إني أنا أسوي عملية تقرير للنشاطات اللي إحنا عملناها, بالإضافة إلى information about civilization and renovated building, كيف إني أتكلم عن المباني اللي إحنا منعيد تأهيلها أو بنبنيها مجدداً وترميمها, نسوي لها ترميم. كل هاي الأمور ومهارات أخرى كثيرة لا حصر لها في هذه الوحدة, إضافة إلى مصطلحات في قسم الفوكابولاري اللي هو البيلدينج أند بليسز, أي شيء يخص البنايات والأماكن, مثل سيتي مدينة, مثل كارف سيتيتل كومبلكس مجمع ديتش إمباير أند فورتيفيكيشنز. في عندي كلمات طويلة وكثيرة في هاي الوحدة, وما ننسى أكيد إنه في عندي ريفيجن مراجعة, رح نراجع كل الوحدات من رقم 4 حتى 6, وبالآخر في عندي reading for fun, القراءة من أجل المتعة والترفيه. رح ناخد قصة قصيرة بتتكلم عن حي ابن يقظان, كيف إني أعبر عن الopinion, عن وجهة نظري أو رأيي, وبالآخير حكالك رح تقرأ قصة عن حياة بعض الأشخاص أو شخص معين وتتكلم about life on island, حياة على جزيرة. رح تكتب كيف إنك كأنك عايش على حياة على جزيرة ونتعلم كل هاي الأمور. إذن حبايبي هذا هو table of contents. استفسارات قبل الآن؟ لا بشاركوا معك. رائعين وممتازين. طيب الآن وين بدنا نروح؟ يلا بعد ما خلصنا من جدول محتويات الفصل الدراسي الثاني, now let's move to module number 4 and let's see this big title. تعالوا نشوف العنوان الطويل أو الكبير الموجود بالأعلى. شو هذا العنوان؟ we will travel to the stars. we will يعني نحن سوف, فويل هون استخدمتها حتى أعبر عن future, يعني actions or events, أحداث في المستقبل, or may it refers to a prediction, ممكن أن تدل على توقع وتنبؤ. when بدنا نسافر؟ to the stars. and as we see here on these pictures we have the space. زي ما أنا شايف هون في عندي صورة الفضاء, في عندي stars, في عندي في هاي الصورة الميلكي واي, في عندي هون زي ما احنا شايفين اللي هو السولار سيستم, المجموعة الشمسية. here we have the sun which okay gives us heat and light, اللي بتعطينا الدفء والضوء. وفي عندي هون a group of planets, مجموعة من الكواكب, starting with mercury اللي هو عطارد, and منتهية في كوكب نبتون اللي هو كوكب نبتون. لكن دائما طلابنا اللي بيشوفونا سواء كانوا مشتركين معانا في بطاقة أساس أو غير مشتركين وبتابعون لأول مرة, بدي اياك تعرف حبيبي إنه إحنا بنشتغل كل جزء في هذا الكتاب حتى before you start. هذا الباكس, الصندوق الموجود أسفل كل عنوان, لازم نقرأه ولازم نفسره ونجاوب عليه, لأنه إحنا بنمسك الكتاب from A to Z and we do not leave any piece of information
وما بنترك أي معلومة في داخل هذا الكتاب. تعال نقرأ نشوف. Before you start, قبل ما تبلش دائما بسوي لك هاي الشغلة والسؤال وضربك في كل وحدة. ليش؟ بدي اياك تسخن. كيف لما انت بدك تشغل سيارة بالشتاء، اول ما تشغلها بتدفيها شوي قبل ما تمشي. فإحنا كيف اللي we are going okay to brainstorming our brains، يعني احنا بدنا نسوي عملية تسخين لدماغنا. so احنا بنسوي عملية brainstorming، يعني احنا بنشغل دماغ وبنسخنه. طيب look at these pictures، انظر لهذه الصور. what are they، شو هي هاي الصور؟ طيب احنا حكيناها تلقائيا stars، solar system and planets، also we have the milky way درب التبانة. اضافة لذلك what are they or what do you think or what do you know about the sun، شو بتعرف عن الشمس؟ الشمس شو هي؟ what is the sun، the sun is the source of heat and energy and also it gives us light، اكيد هي مصدر الضوء والطاقه وبتعطينا الحراره، كل هاي بتتكلم فيها عن الشمس. the moon، ايش القمر؟ كل هاي الشغلات. اذا احنا في عندنا اسئله هون بامكانك you have to go online and get some information، لازم تروح وتحاول تطلع بعض المعلومات about these questions. and if we move to the other slide، اذا انتقلنا للصوره الثانيه. في ناس الان بتستغرب انه استاذ انت بتحكي انجليزي، بالله في الكومنت زي هيك. عادي عادي اعطيني. في والله انا صرت احكي كمان. والله I intend to speak English while I am explaining, but I try to use English as slow and as easy as possible. بحاول إني أستخدم اللغة الإنجليزية بأبطأ وأسهل صورة. طيب أستاذ احكي بالعربي. أستاذ I'm an English teacher. I have to speak such a beautiful language. لازم أتكلم. You have to try to listen. لازم تسمع. If you don't listen now, you are not going to understand any time later. مش هتفهم بالمرة إذا ما سمعتش الآن. أنت الآن تقدر تستوعب بكل بساطة لأنه خامات المخ عندك شغالة ونظيفة. مش زي حالاتنا أنا وفليون، عدينا خلص. هسا لو بدي أروح أتعلم لغة ثانية، لو أقعد أسمع لبكرة بتعلمش. فأنت الآن بتقدر تتعلم. So try to listen. And I am sure that you are going to understand what I am talking to you. أنا متأكد هتفهم كل كلمة أنا بحكي. أجمل شعور إنك تسمع. والله فهمت على الأستاذ فليون. والله فهمت. يلا والله بعرف أسمع إنجليزي. والله بعرف أحكي. حتصير إن شاء الله تعالى. شوف. يوسف بيحكي لك أستاذ لا تحكي بالعربي، أنا بدي بس بالإنجليزي. والله I try to make a mixture. يعني أنا بحاول إن أسوي مزيج. Because there are some students who do not understand English at all. So you have to make a mixture. لازم نسوي مزيج between Arabic and English. نحاول نشتغل هيك كمزيج يا يوسف. فإحنا نحاول نتحمل بعض. طيب. في عندي هون answer these questions. أجب على هذه الأسئلة. تعالوا نجاوب على الأسئلة. طيب 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 ماشي. هاي الأسئلة جميلة ورائعة ولطيفة. وأنا جبت الصورة مرة ثانية علشان الأسئلة هاي الموجودة عندي are related directly to this picture، مربوطة وبشكل مباشر في هذه الصورة. سؤال number one، question number one. تعال نقرأ السؤال. What is the Milky Way؟ طبعا في البداية حتقول شو What is the Milky Way؟ أهم شيء طالب وطالبة الثامن والكلام للجميع، حتى طلاب دراسات أعلى أو أقل. يوم ما بدي أحل سؤال بالإنجليش I have to know what is the first WH word means، لازم أعرف شو يعني أداة السؤال WH اللي أنا بدأت فيها. شو معناها؟ عن إيش تسأل؟ إذن أنا لازم أفهم. So what؟ ماذا؟ فهو بيسألك شو يعني شو؟ وضح له. What is the Milky Way؟ ما هو درب التبانة؟ طيب هل درب التبانة is A a galaxy مجرة، B a planet كوكب، ولا هل هي universe؟ طبعاً إذا أنا مش عارف معاني السؤال والاختيارات الموجودة عندي، هون أنا رح أواجه شوية مشاكل إني رح أحاول أتحذر الإجابة. فأنا إذا حذرت الإجابة نسبة الخطأ رح تكون زي نسبة الإجابة، ممكن تكون صحيحة ممكن تكون خطأ. إذا أنا كيف بدي أنا أجاوب السؤال هذا وأي سؤال باللغة الإنجليزية؟ افهم السؤال، افهم الاختيارات، حتجاوب بكل بساطة. ذهب أحمد إلى السوق ليشتري على سبيل المثال الأرز لأمه. السؤال أين ذهب أحمد؟ جواب
لماذا ذهب أحمد إلى السوق؟ ليشتري خبزا. لمن أراد أن يشتري الخبز أو الأرز؟ لوالدته. إيه سهلة طلعت. نفس الإشي حبايبي، هاي موضوع الإنجليش وهي موضوع الأسهلة. إذا أنت فهمت حتلاقي الأمور بسيطة جدا. So what is the Milky Way؟ ما هي مجرة درب التباني؟ حكيناها مجرة. إذا هي عبارة عن إيش؟ عن جالاكسي. ممتاز. طيب نشوف المعلومة الثانية. Our sun is الشمس تبعتنا. طبعا الشمس تبعتنا اللي هي تبعت اللي هي المجموعة الشمسية. طيب أعطاني ثلاث معلومات، نشوف أني أنسب معلومة بتخص الشمس. In the center of the Milky Way. طب هل هي موجود الشمس في وسط درب التباني؟ احنا شايفينها في الوسط؟ لا طبعا. Outside the Milky Way، خارج مجرة درب التباني؟ لا. ولا in one of the arms. شين arms؟ arms معناها أذرع، ذراع. طب هل هي في واحدة من أذرع، يعني على أطراف مجرة درب التباني؟ أكيد. إذن الجواب Our sun is in one of the arms of the Milky Way، يعني في أحد أطراف وأذرع درب التباني. سؤال رقم ثلاث، والإجابة فرع A. الإجابة رقم فرع A. طيب شو معنى السؤال؟ How many؟ لما حدا يقول لك How many، هاي مهمة جدا، هاي مهمة جدا. تخيل إنه هاي الكلمات اللي هي بنسميها باللغة الإنجليزية quantifiers or quantity words، راح تدرسوها بالعاشر، راح تدرسوها بالتوجيه، وحضلها تروح وتجي معانا إلى ما لا نهاية. ليش؟ لأنها مش مهمة؟ لأنها لا تعجن؟ لا مش لا تعجن، لأنها مهمة جدا وبتجي معانا في المراحل القادمة. How many؟ كم عدد؟ لما أنا بدي أسأل عن إشي بقدر أعده بحكي How many. لما بدي أسأل عن مقدار ما بقدر إني أعده بحكي how much. بقول لك انت قديش بتحبني يا فليون. How much do you like me please؟ تقول لي I like you so much، صح ولا لا؟ Or I don't like you at all، اذا انت بتكرهني طبعا. انا بعرف انك بتقول لي بحبك بس انت ما بتحبنيش، الله يسامحك. طيب الله يسامحك محبتك كثير. فhow much حتى اعبر فيها عن اشياء احدد فيها مقدار لا يعد. لايك يحب، بقدر اني اعد قديش انت بتحبني، بقدرش اني اعد. طيب how much sugar، قديش انت بتحب سكر، السكر سكر يعني. How much sugar do you like، قديش انت ترغب في كمية السكر، فالسكر ما بقدر اني اعده. وبالتالي how many سألت فيها عن اشي معدود. وكيف عرفت اشي معدود؟ planets كواكب. كم عدد الكواكب are there in our solar system؟ تعال نعدهم مع بعض. كم كوكب في المجموعة الشمسية؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. شو يعني؟ يعني عندي 8 كواكب، وبالتالي هي ليست 7 ولا 9. في السؤال الرابع، which is the biggest؟ شو يعني كلمة biggest؟ الأكبر. ما هو الأكبر في هذه المجموعة الشمسية؟ أعطاني أنا ثلاث خيارات، جوبيتر المشتري، ولا the earth كوكب الأرض، ولا the sun أكبرهم اللي هو الشمس. إذا the biggest in the solar system is the sun. ميركوري عطارد، فينوس الزهرة، earth أو الزهرة، earth كوكب الأرض، مارس اللي هو المريخ، جوبيتر اللي هو المشتري، ساترن زحل، يورانوس أورانوس، and نبتون اللي هو حكيناه في النهاية. إذن هي الـ 8 planets in our solar system. And the last question اللي موجود عندي or the last piece of information، the sun revolves. شو يعني revolves؟ أنا بدي أعطيك إياها بالحركة وبتعرف شو يعني. ها طلع طلع، شو يعني هيك revolves؟ شو يعني revolves؟ تكرار، يدور يدور، صح ولا لا؟ أو بتلف. So the sun revolves within، تدور الشمس من خلال the earth الارض، لا ما بتدورش بالارض، the milky way ولا the moon، يعني اولا بايش بتلف؟ بتلف من خلال the milky way. That's right. And this is or these are correct questions. Thanks for participation my dear students 8th grader. اشكركم للمشاركه وكل اجاباتكم صحيحه. قربنا نربح البطاقه الاولى، ولكن البطاقه الاولى هي ليست على المشاركات، انما المشاركات في نهايه البث عشان نضلنا معطينكم فرصة تشيروا أكثر فأكثر. الآن البطاقة الأولى حيكون في عندي سؤال، وأسرع واحد بجاوب حروح أنا على الكومنتس على طول وأشوف اللي جاوب صح أول واحد حيربح معانا بطاقة تقدر أنك تفعلها لمادة واحدة. نعم نور بتسألك، أستاذ وين بقدر ألاقي جدول المحتويات في الكتاب؟
جدول المحتويات في الكتاب حيكون في أول ما تفتح الكتاب Students Book كتاب الطالب، حتلاقي في عندي جدول المحتويات في البداية في أول صفحات اللي انتوا بتحكوا عنه الكتاب الملون. لما يجي واحد يقول لي ملون ولا أبيض وأسود، هيك أنا بفقع. في إشي اسمه Activity Book اللي هو كتاب التمارين، في عندي Students Book اللي هو كتاب الطلاب. نعم، آخر تعليق من إحدى الطالبات بتحكي لك أستاذ ممكن تعيد قراءة الأسماء الكواكب؟ نعيد أسماء الكواكب مرة ثانية وبدون الترجمة؟ حاضرين. طيب اسمع، أول واحدة اللي هي دي Sun الشمس، ثم Mercury، بعد ذلك Venus Earth كوكب الأرض Earth، Mars بزي ساوند، آخر إشي مش اسم، ما بحكي مارس، بحكي مارز، أوكي؟ thank you. جوبيتر، ساترن، يورانوس and نبتون، أوكي؟ this is the last time. thanks for listening and watching. and now let's move to the next slide. this is very nice. الآن هون في عندي حبايبي، شوف الآن. طبعا هون بيقول لي في exercise number 2، شوف كيف احنا الشرح هذا اللي انتم بتشوفوه الان هو نفس الشرح الموجود على البطاقه، يعني احنا نمسك تمرين معاني الكلمات باللغه العربيه and their definitions in English ومعانيها باللغه الانجليزيه. اضافه الى ذلك في عندي شيء اسمه listening field or side، في عندي الجانب السمعي، رح نشتغل على الاوديو سكريبت، على النصوص المكتوبه رح نسمع. فإحنا في عنا إيش اسمه variety، تنوع في الشرح، حتى إنه تستخدم جميع أنواع الحواس، تشوف تسمع وتحاول إنك تتكلم، كل هاي الأمور. شوف الآن هاي إجابات، هاي أعطاني الإجابات، قال لي أنت أوكي يلا now listen and check your answers، قال لي الآن يلا اسمع وتأكد هل إجاباتك صحيحة في تمرين رقم واحد. تعالوا نسمع مع بعض. module 4 page 37 exercise 2 1. The Milky Way is a galaxy. 2. Our sun is in one of the arms of the Milky Way. Number 3. There are 8 planets in our solar system. Okay. 4. The sun is the biggest of the 3. 5. The sun revolves within the Milky Way. Good job. Now, after we've listened to this or to this information, بعد ما سمعنا to this piece of information لهذه المعلومة اللي احنا وردت from 1 up to number 5, so we made sure that our answers, all of our answers are correct. تأكدنا انه كل اجاباتنا وكانت خياراتنا صحيحة من خلال الاستماع والمحتوى اللي احنا نزلناه أمامنا. ممتاز. وبعد هيك في رقم 3 شو قال لك؟ قال لك listen to the words below، استمع للكلمات الموجودة في النص، تمام؟ try to guess their meanings، حاول انك تحزر معانيها. حبيبي الله يرضى عليك، خلص صرنا ساعة قاعدين نشتغل، فإحنا عارفين كل المعاني الموجودة عندي، وأول واحدة في هذه المعاني الموجودة عندي to revolve معناها اللي هو يدور. طيب planet، شيني كلمة planet؟ كوكب، ممتاز. طيب solar system اللي هو المجموعة أني أو النظام الشمسي، المجموعة الشمسية أو النظام الشمسي. galaxy، شو يعني galaxy؟ مجرة، مش الشوكولاتة اللي بتروح تشتريها من عند أبو أحمد، لا galaxy هذيك العشق الأبدي. طيب universe معناها العالم أو الكون، أوكي العالم أو الكون. طيب satellite اللي هو ضبط satellite اللي هي بنسميها قمر صناعي، لكن ليس satellite الموجود على ظهر الأسطوح، إنما عبارة عن اللي هي الأقمار الصناعية الموجودة in the space في الفضاء، هاي بنسميها قمر أوكي صناعي satellite. spaceship، يبي ما أصعب هاي الكلمة، طب تعال نحللها. لو قلنا ship لحالها سفينة وspace معناها فضاء، إذا أصبحت إيش؟ سفينة إيش؟ فضائية أو مركبة فضائية اللي بدك إياها. وملكي وي اللي هي درب التبانة، وهي عبارة عن إيش؟ مجرة. وآخر شيء أسترونات اللي هو إيش بنسميه؟ اللي هو رائد فضاء.
أسترونات اللي هو رائد الفضاء، أسترونومر عالم الفلك، أسترونات اللي هو رائد الفضاء. إذا أخذنا معاني الكلمات، الآن تعال مع بعض نروح على إيش؟ على their definitions in English، تعريفاتهم باللغة الإنجليزية، وهي مهمة جدا. أستاذ طب كيف بيجي عليها سؤال؟ أنا من واقع خبرتي وتجربتي في الامتحانات ووضع الأسئلة بقدر أقول لك إنه هذا السؤال ممكن يجيك اختيار من متعدد، يعني ضع دائرة multiple choice. بيجيب لنا ممكن تعريف هذا التعريف الموجود أمامي، بيقول لك والله to move around or to make something move around like a wheel، وبيعطيني خيارات to revolve, solar system, galaxy وغيرها من المفردات. فأنا الآن بدي إياك تحاول تركز في هاي المعاني وتعريفاتها بالإنجليزية، لأنه ممكن يجيني عليها سؤال اختيار من متعدد. ثم ذكر لي تعريفات هذه المصطلحات، to revolve أكيد يدور، solar system the system of planets يعني نظام الكواكب، that travel الذي يسافر وينتقل around the sun حول الشمس، وجالكسي هي عبارة عن a large group of stars. هاي أنا لحد هسه ما كنتش عارف قبل التعريف شو معنى كلمة جالكسي، والله العظيم تعرف بعد التعريف عرفت إنها هي عبارة مجموعة كبيرة من النجوم. إذن المجرة هي مجموعة كبيرة من النجوم، هسا إحنا عرفنا من التعريف الموجود A large group of stars يعني مجموعة كبيرة من النجوم، و universe العالم، شو يعني العالم أو الكون؟ All of space كل الفضاء، the stars من النجوم and planets والكواكب. إذن العالم أوسع وأشمل من الجالكسي اللي هي المجرة. Satellite هي عبارة عن an object that travels، هو عبارة عن شيء يدور ويتحرك حول الكواكب أو our stars أو النجوم. وspaceship المركبة الفضائية، a vehicle، اسمع a vehicle، شو يعني vehicle؟ يلا نشوف. vehicle معناها اللي هي مركبة، ها vehicle معناها مركبة. الآن السيارة اللي أنت بتطلع فيها وبتركب فيها، سواء سيارة واحد من قرايبك أو سرفيس، هذا بنسميها vehicle. vehicle معناها مركبة. So vehicle for traveling in space. إنما هي مركبة مخصصة للسفر وين؟ في البحر؟ لا، في الفضاء. ليش؟ لأنها space ship، مركبة فضائية. والميلكي واي في النهاية هو the galaxy، المجرة that the earth belongs to، التي تخص أو تنضم إليها أو تخص الأرض. هاي كلها بنسميها اللي هو الميلكي واي. طيب ممتازين، بستنى في البطاقة. لا، في عنا أسئلة. تفضل. لما بتحكي لك أستاذ يعني كلهم حفظ؟ هلأ إحنا هون شوف، إذا قلت لك احفظ فحتصير الأمور صعبة. ليش ما تحاول تحول الحفظ لفهم؟ عمرك فكرت بالطريقة هاي؟ إنه أنا ما أحفظش، أفهم الفكرة. كيف بدي أفهم الفكرة؟ بدي أفهم الفكرة إني أنا بدي أحاول أعيش في المادة اللي أنا قاعد بدرسها. الطريقة والاستراتيجية الصحيحة، إذا أنا بدي أحفظ بديش أحفظ، إذا أنا بدي أدرك أي شيء بدون ما أروح لمبدأ الحفظ. والحفظ دائما أنا بحكيها لطلابي، الحفظ يزول والفهم يدوم. فأنا كوني بدرس قاعد عن الفضاء، بدي أحاول إني أنا أعيش في مخيلتي في الفضاء، وأحاول إني أدرك مثلا شيء كلمة to revolve يدور، to move around إنك تدور حول something. لحد هون بكفيني، مش شرط إني أحكيها كلها. to move around something إنك تتحرك حول شيء معين أو يتحرك حول شيء معين. طيب solar system هو عبارة عن، لو أنت حكيت والله planets that travels around the sun، هي الكواكب التي تدور حول الشمس، بتكفي ما في مشكلة. لكن أنت حاول أنك تحفظها، لازم أنه نحفظها، ضروري جدا. طبعا اللي سألني نحفظ كل هاي الأمور، إحنا عندنا هون عينتين من الطلاب. العينة الأولى هي العينة الآن الطلاب الصف، طلبات الصف الثامن بتابعونا الآن، وفي غيرهم كمان من صف أخرى. في طالب عنده طموح عالي، تمام؟ يعني أنا حاطط خلص، أنا طب، أنا تخصص طب 100%، ما في مجال، أنا بدي أدرس هندسة، أنا بدي أختار تخصص بحاجة إلى عالية، علامة عالية، لأنه أنا بدي هيك. أنا بحب الإنسان اللي عنده رؤية يا محمد بصراحة. يعني حتى في عندي طلاب بالصف الثامن بحكي، هذول مستحيل يكونوا طلاب صف ثامن، عندهم فكر عالي يا أخي، أقسم بالله. أنا ما بحكي إنه إنسان كبير أو صغير في عمره، لكن في إدراك، في عنده في وعي بالضبط. خلص يعني بجي على ناس أكبر منكم من طلاب الصف الثامن، توجيهه أكبر. حاطط في بالك شو بدك مستقبلك؟ لا أنا صافن. طب ليش؟ شو بتستنى؟ الإنسان بدون هدف إنسان، مع احترام للجميع، بيكون عنده فشل
فإحنا ما بنكون فاشلين. إذا أنت كطالب صف ثامن، إذا أنت بدك توصل لأهدافك الآن، اتعب على نفسك، احفظهم، خلص اختصرت عليك، تمام؟ 100%. إذا إحنا يلا تفضل. آخر تعليق أستاذ، ممكن يعني المسج منا في الامتحان زي هيك إنجليزي؟ طبعًا. إنجليزي؟ إنجليزي إنجليزي ما بتجيب لك تعريفات، تعريفات ما بتجيب، بتجيب لك إياها كاختيار من متعدد، ضع دائرة. إذا جابت لك وحاولت إنها تعقد الأمور ممكن، لكن يعني بدي أحكي نسبة ضئيلة، ممكن 10 أو 15% من المعلمين يجيبوا بالطريقة الصعبة، لكن أغلب the majority of these teachers are going to give you a multiple choice question، راح يعطوكم سؤال اختيار متعدد، إما التعريف وخيارات وإما التايتل وتعريفات مختلفة، فأنو تعريف بناسب هذا اللي هو العنوان، وبالتالي لازم إحنا نربط الأفكار. سؤال ثاني. آخر تعليق بيحكوا لك أستاذ، والله إنك لما حكيت عن الجالكسي والله إنك أستاذ نهفة. فتحنا نفسك على الشوكليت. طيب هو في بعد الجالكسي. طيب شكرا لكم حبايبي. طيب الآن بعد ما انتهينا على طول، تعال نروح على the last question here. And here we're going okay to give the gift or the present. رح نعطيكم الهدية and the word الجائزة which is a card from a SaaS platform. You can activate this card for any okay material you want، يعني تقدر تفعلها لأي مادة بدك إياها خلال الفصل الدراسي الثاني، إضافة لذلك بعد ما تفعلها في الفرصة قوية جدا وممتازة. ليش؟ لأنه أنا فعلتها للإنجليش فحيتفعل تلقائيا معي الفصل الأول، فعلتها للرياضيات حيتفعل معي الفصل الأول للرياضيات كامل، فأنت الفرصة تبعتك سميها اللي هي double chance، يعني فرصة مضاعفة، لأنه مش راح تشتغل على واحد من الفصول، إنما حتشتغل على two semesters، فصلين دراسيات. طيب الآن هذا السؤال الرابع الذي حير علماء وعالمات الطلاب الصف الثامن وغيرهم من الطلاب، السؤال اللي بتركوه أغلب الأساتذة وما بيشرحوه، اللي هو any groups discuss. بيقول لك شو يعني أنا بدي أقعد أحط الطلاب في مجموعات وأخليهم يناقشوا؟ لا، بدنا نناقش. فالفكرة إنك أنت سوي interactive okay activity، طالما احلى العبارة interactive activity، نشاط تفاعلي. كيف يعني إني أنا أحاول أستخدم my efforts، جهدي or own effort okay to give what I can to give، حتى أعطي ما أستطيع أن أعطيه. طيب شوف كيف، وحتى لو خربطنا وين المشكلة، لكن اسمك حاولت، اسمك إيش؟ حاولتي. any group في مجموعة discuss، بدنا نناقش، أنا بدي إياك تعرف مصطلحات جديدة. الآن أول شيء discuss معناها ناقش. طيب تقول لي أنا ما بعرفش أناقش، ولكن لما أنت تكون قاعد في جو عيلة أو بين أصحابك ما شاء الله عليك لسانك ما بفوت تمك، بتناقش لبكرة الصبح. ليش؟ هذا اسمه نقاش وجدال، فإحنا بدنا نناقش. عن إيش بدنا نناقش؟ when you think man، متى تعتقد أن الإنسان will be able، سوف يكون قادرا to travel to Mars، أن يسافر إلى المريخ، to travel to Mars. فأنت باعتقادك الشخصي لما تقول والله when you think، شوف ها think اعتقاد، فأنت لما بدك تجاوب تحكي والله I think man will be able to travel to Mars okay in، وأحط سنة معينة. هاي أنا جاوبت، هذا بسوي أنا أنا هون شو سويت، أنا هاي ناقشت وأعطيت وجهة نظري ورأيي في الموضوع. فأنت لما بدك تجاوب على أول فرع بتحكي والله I think، ها شوف كيف، إذا أنا بدأت بthink. ليش؟ لأني قاعد بعطي وجهة نظر، my point of view، I think، فأنا بحط I think. ومن وين كملت؟ ها أنا أعتقد أن الإنسان سوف يكون قادرا للسفر إلى المريخ وكواكب أخرى، وبحط سنة. خلص هاي أنا أنت جاوبت، هاي أنت سويت discussion. في أصعب، في أسهل من هيك؟ إحنا بنحكي في أصعب، والله ما هو صعب بالمرة، سهل جدا. I think man ها will travel ها، هذا بنسميه باللغة الإنجليزية prediction، تنبؤ. إن شاء الله تعالى حيكون شرح تفصيلي لموضوع استخدام المستقبل البسيط للتكلم عن التوقع أو التنبؤات الشخصية، ورح أورجيك شو يعني تنبؤ شخصي وما الفرق بين التنبؤ الشخصي والتنبؤ المبني على دليل. ليش؟ لأنه في التاسع وفي العاشر وفي الأول ثانوي وفي التوجيه حيضلوا يعيد ويزيد. طيب شوف كيف، أنا أعتقد أن البشر أو الإنسان سوف يسافر ها to Mars، تمام، وبعدين على طول and other planets and other
planets وكواكب أخرى بحط إن وبعد إن هون حط لي سنة عادي ما تتنبؤ. For example in 2030 في عام اللي هو 2030 طبعا الإنسان سافر وصل إلى المريخ لكن لم يتنقل إلى كواكب أخرى. بصراحة ما عنديش إذا كان في معلومات عندك معلومات هل وصل إلى الكواكب هل سافر لكن ما عندي معلومات فأنا خلص. هي الفكرة من الموضوع إنه مش شرط هي نفس المعلومة إنما أنك تستخدم قاعدة المستقبل البسيط حتى تتكلم عن تنبؤات شخصية فقط لا غير. هذا اللي احنا نتكلم فيه. طيب Would you like to be an astronaut؟ هل ترغب أن تكون اللي هو رائد فضاء؟ بتقول له Yes I would. شوف كيف أنت بتجاوب على كل جزئية. ها إذن هذه الجزئية الأولى. طب الجزئية الثانية قال لك Would you like؟ هل ترغب؟ فأنت لما يقول لك هل ترغب بدك تجاوبه نعم أرغب أو لا لا أرغب. طب كيف بدي أجاوب؟ حسب صيغة السؤال. بذلك ب Would you like بتقول له Yes I would أو إيش؟ أنا لا أرغب. No I wouldn't. إذا سألك بدو بدك تجاوب Yes I do or No I don't. إذا سألك for example بإيز بتحكي Yes he is she is or No he or she isn't. فحسب بداية السؤال بدك تجاوب. إذا هون قال لك Would you like بتقول له Yes I would نعم أنا أرغب Yes I would. طيب وإذا لم تكن ترغب بتقول No I wouldn't. ها No I wouldn't. ممتاز ورائع. طيب اللي بعديها What will you or what will the first men traveling to Mars, Jupiter and other planets see؟ شو حيشوفوا أول ناس بيسافروا إلى كواكب مثل كوكب المريخ والمشتري وكواكب أخرى شو حيشوفوا هناك؟ أستاذ شو بعرفني شو حيشوفوا؟ والله ماني عارف. شو هالسؤال الغريب؟ أكيد مش راح تعرف. لكن أنت حتى تتهرب من سؤال زي هيك شو بتحكي؟ تحكي والله أنا أعتقد إنه الناس اللي راح يسافروا أول ناس راح يوصلوا لهاي الكواكب حيشوفوا عوالم مختلفة. هاي أنت جاوبت شايف كيف؟ فأنت بتقدر تجاوب تكسب علامة السؤال وحتى لو ما كانت عندك المعلومة أو رؤية واضحة لكن أنت جاوبت حيشوفوا عوالم مختلفة. They will see for example different words عوالم مختلفة. Words عالم word عالم words عوالم. بهاي الطريقة أنا بجاوب كيف كل الأسئلة. ثم بالنهاية شو بقول لك take down notes يعني دون لي ملاحظاتك بالأسفل. إذا إحنا هيك جاوبنا ودولنا الملاحظات بالأسفل وهون رح نربح البطاقة. هون رح نربح البطاقة من خلال قراءتي للنص. الآن رح أقرأ النص وحيكون في سؤال عن كلمة واحدة في قلب هذا النص حنربح فيه البطاقة. فخليك صاحي ومصحصح لأنه آخر إشي وجود معنا. وتعالوا مع بعض نقرأ هاي الفقرة اللي بتتكلم عن الإنسان ومدى ذكائه في الصعود إلى الفضاء. هل صعد على طول ولا سوى experiments تجارب طلع حيوانات وشاف كيف ردة فعل الحيوانات هل تفاعلت مع الفضاء وتأثرت ولا لا. نبدأ. Before humans were sent on into space قبل ما يبعثوا البشر إلى الفضاء animals الحيوانات were sent تم إرسالها to make sure it was safe حتى يتأكدوا إنه الفضاء هو آمن safe. طيب flies were the first living creatures sent into space followed by mice monkeys and dogs. بنوقف نربح البطاقة. يلا الكلمة اللي أنا وضعت لك عليها الخط. طيب خليني أمسح معلش كلمة. لحد هسه في ناس راح تفكر اني انا بدي طبعا بتقولش تجاوب لانك انت مش عارف شو بدي اسال. اصبر شوي علي اصبر. طيب الكلمه اللي احنا اخذناها من هون اللي هي ايش اللي هي مايس بدي المعنى بلس حاله المفرد من هذه الكلمه حاله المفرد من هذه الكلمه. هاي عباره عن بلورال يعني جمع. أعطيني السينجولر زائد المعنى. نروح على الكومنتس. يلا أشوف نروح على الكومنتس. وين التعليقات؟ طلع لي إياها أنا مش شايف. طيب بس بدي حالة المفرد منها هو مظبوط معناها فئران اللي هي جمع فأر ولكن أيوة بس 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 اطلع 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 فوق اطلع اطلع كمان اطلع لفوق اطلع 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 بس أتأكد إنه أول واحد اطلع لأنه عشان
ما حداش يقول انا جاوبت قبل الثاني ويسوون لنا قصص. بس خلاص انزل وقف شوي 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 انزل كمان كمان في بس وقف لي عند هون. رشيد راشد 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 من الفيسبوك رائع يا راشد راشد. طبعا معنى كلمة مايس في إيران. أحسنت يا راشد راشد. والمفرد منها هو عبارة عن ماوس يعني فأر واحد. هذا بنسميه إريجولار بلورال يعني جمع شاد. رائع ممتاز راشد راشد من الفيسبوك كان أسرع واحد بجاوب على موضوع معنى هذه الكلمة وهي عبارة عن جمع وطلع لي حالة الإفراد فيها. وهذا جواب ممتاز جدا ورائع رائع. يتواصل على رسائل الصفحة إن شاء الله حتى إنه يأخذ البطاقة تبعته. طيب الآن نكمل مباشرة. هسه بلشت الوجوه تبعت الغضب صح؟ يلا أعطيني وجوه الغضب. اشتغلت ولا لسه؟ لا لسه. يلا وجوه غضب من عندكم لو سمحتوا أعطونا وجوه غضب. خلاص تزعلوش. هاي أنا هسه ومروح الطريق أحلى حبة جلاكسي لأي واحد زعلان عشان أرضي لأنه جلاكسي بترضي أي واحد زعلان. مستحيل. بحجم مجرة التبانة. طيب إذا فلايز الذباب وير سنت. بلش أغضبني. أعطوها كمان يلا. كل واحد يسوي أغضبني يحكي لي علشان عشان أبعت له حبة جلاكسي ببينش. طيب يلا واتيفر. فلايز وير سنت فيرست living creatures يعني أرسلوا الذباب كأول مخلوقات إلى الفضاء. ثم بعد ذلك فلد باي مايس بالفئران مونكيز القرود and dogs يعني البشر قد ما هم أذكياء ما كانوش يعني إلا إنهم شو يسووا. لأن في عندك فرصة ثانية شير شير يلا أشوف شير. باي الوجه أبكاني أغضبني أبكاني رائعين. طيب كل واحد يسوي أغضبني. هسا بدي أجيب له إيش صالكتوها كتابة حبة جالكسي. هسا إن شاء الله تعالى هيك راح يطلع علينا كتير الكوست. والله كنا عادلين. والله والله للاسف قسما بالله طلعنا في التعليقات للاعلى يا جماعه. والله بنشوف اول واحد بجاوب بصراحه يعني ما فينا تحيز لحدا. طيب الان اللي كتب اغضبني في امكانه انه يفوز بالبطاقه الثانيه صح ولا يا فليون؟ اكيد وهي على اليوتيوب استاذ كمان. طيب بدعموك. طيب كيف بده يفوز في البطاقه الثانيه؟ باعلى مشاركه. باعلى مشاركه. لسه ما خلص البث ضلك شارك في معهم فرصه ولا عندك مشكله. ضلك شارك ضلك شارك حتى ينتهي البث. قبل البث ما ينتهي بدقيقتين راح نسحب ونشوف أسرع واحد أو أسرع واحد أكثر واحد شارك البث. طيب ممتاز. إذا الإنسان بعث المخلوقات إلى الفضاء مثل الذباب ومثل الفئران ومثل أيضا اللي هي القرود والكلاب على الفضاء حتى يشوف هل هناك تأثيرات ولا لا. One scientist saw that رأى أحد العلماء animals أن الحيوانات were able to survive يعني كانت قادرة على إيش اللي هو العيش والنجاة. فكلمة survive معناها نجاة يعني كانوا قادرين على أن بقاء على قيد الحياة. Then you أدرك العلماء بعد ذلك it would be safe أنه سوف يكون آمنا for humans to travel into space يعني بعد ما شافوا الحيوانات إنها ظلت بسلام وعاشت فخلص قالوا أنه البشر أكيد حتتعايش بالفضاء وما في عندها أي مشكلة. نشوف مين أول واحد طلع على الفضاء. The first man in space أول رجل في الفضاء مين كان؟ كان عبارة عن السوفييت أسترونوت يعني رائد فضاء سوفييتي الجنسية واسمه يوري جاجارين. He was only 27 years كان عمره بس 27 سنة لما طلع على الفضاء. When he flew there in 1961 عندما طار هناك في سنة 1961 وبعد ذلك in 1962 في عام 1969 The US astronaut Neil Armstrong أكيد في كلنا بنسمع في كلمة Armstrong ونيل Armstrong هو عبارة عن رائد فضاء أمريكي معروف became أصبح the first man أول رجل to walk on the moon. إذن مين أول رجل مشى على القمر هو the US astronaut نيل Armstrong هو أول رجل مشى على القمر في أي سنة 1969. وفي آخر معلومة موجودة Until now حتى هذه اللحظة This is the furthest humans هذا كان أبعد إنسان سافر Have traveled into space إلى الفضاء. Nowadays في زماننا الحالي وفي هذه الأيام هناك private companies شركات خاصة private companies شركات خاصة are thinking عمالها بتفكر في إيش of ways بطرق for humans للبشر to visit space regularly حتى انهم يزوروا الفضاء بشكل منتظم كيف زي ما احنا والله في الفاكيشن في الاجازه نسحب حالنا ونروح على العقبه وننزل على البحر الميت او اي مكان. هذا راح تصير الطلعه على الفضاء زي السياحه الداخليه زي لما انا اروح على العقبه لا بدل ما اروح على العقبه بطلع على الفضاء. فهناك شركات خاصه بتدرس هذا الموضوع. They know that the way to enable this
هم بيعرفوا إنه الطريقة من أجل تفعيل هذا الأمر وخليه على أرض الواقع يعني شيء صحيح is to make space travel cheaper، إنهم يخلوا السفر إلى الفضاء أرخص، cheaper يعني أقل تكلفة، easier أسهل and faster وأسرع. إذن الطريقة الصحيحة حتى إنهم يخلوا الجولات السياحية للفضاء أشيء اعتيادي ومنتظم ودوري، إنهم يخلوا السفر للفضاء cheaper رخيص أرخص، easier اللي هو أسهل and faster وأسرع. طلابي حبايبي، آخ والله بدها هسه معلم، تعرف إيش بدها؟ قسما بالله هسه ما بجيبها غير حبة جالاكسي هيزل نوت مع اللي هي البندق، تمام، مع كاس نسكافيه 3 in 1، خلاص أمورك بتكون طخة بطخة، بعدين بيكون سهرتك شغل مرتب على الكامل. أحسب حسابك احكي تستيش عاد زي أخوك الصغير. أنا والله عادي ما بتقصر والله يا حبيبي، الله يسعدك. طيب وانتو كمان ان شاء الله تعالى بتتحلوا وبتاكلوا كل انواع الشوكولاتات وحياتكم تصير حلوه زي الشوكولاتات مع من خلال منصه اساس ان شاء الله تعالى، راح تصيروا تشتروا لي شوكولاته وتشتروا لمحمد كمان شوكولاته وتزبطونه وتزبطوا المهندس علاء. الان في نهايه هذا البث الجميل الرائع بصحبتكم انتم احبائي، وانتم الجواهر والدرر، وانتم الشوكولاته، وانتم الثري ان ون، وانتو كل اشي زاكي في الدنيا. طيب تعال نشوف الان مع محمد اكثر شخص عمل مشاركات، وياريت انه نكون حياديين يعني من اليوتيوب. اليوتيوب فيه مشاركات؟ طيب مهم جماعة اليوتيوب بيزعلوا، انا مش فاهم صراحة الالية يعني الميكانيزم مش فاهمها، لكن الان احنا من خلال صديقنا محمد راح نشوف اكثر طالب او طالبة، شخص او شخصي جديدة، هاي شخصي طيب حلوة. عمل مشاركات على بث الاستاذ عصام الشربات المسكين اللي واقف قدامكم اللي انبح صوته وعدكم شوكولاتة وراح اوديكم البحر ورجعوك على الصوانين. تعال نشوف يلا اعلى المشاركات استاذ، كانت اعلى المشاركات ام محمد بالضبط. طيب ام محمد عن الفيسبوك يا ريت تراجعينا، طبعا اسم صاحب الحساب ام محمد فقط لا غير، يعني ما فيش شيء ثاني، لكن موجود ومحفوظ صاحب الاكاونت اللي عمل اعلى مشاركات، فامكانك بامكان صاحب حساب ام محمد انه يراجع من خلال رسائل المنصه وربح معانا بطاقه اخرى. وهل هي نهايه العالم والكون؟ نعم نهايه العالم والكون، بكره مدرسه يا زلمه والله غير بكره اقول لكم اتشمت فيكم، بكره بدي اياكم زي السيف تصحوا الساعه 6:30 سندويشة اللبن وخبزه الحمام واموركم تمام. اوكي خلص فيش مجال، يعطيكم العافيه. استفسارات قبل الختام استاذ؟ قبل الختام بدنا تحكي لنا لما كنت صف ثامن بتحب الانجليزي؟ أنا يدوب أتذكر هسه وأنا جاي أي طريق جيتها بصراحة. طيب طيب بصراحة يعني أنا ما كنتش وأنا بصف ثامن بالوعي الفكري اللي أنتم موجودين فيه، يعني ما كانش في عندي وعي وإدراك زيكم، يعني كنا إحنا زمان الجيل القديم كنا هباين، أي واحد يضحك علينا بكلمتين وما كناش نعرف إشي، لا كان في بطاقات ولا منصات ولا كان في منصة أساس أكيد أهم شيء، ولا كان لا في مراكز ولا أي إشي، كنا أقولكوا سمردح، درسنا ما درسناش ما حداش يسأل فينا. الآن أهلك بيهتموا فيك وأبوك وإمك بيهتم فيك والأستاذ بيهتم فيك والمنصات موجودة، كل هذا لمين؟ علشانك أنت. طب ليش؟ عشان أنت تصير إنسان مشهور ومعروف وترتاح في حياتك في المستقبل. نرجع لسؤالنا، أنا كنت أحب الإنجليزي؟ ما كنتش عارف أقرأ إنجليزي بالصف الثامن يا زلمة، مالكم شو ما أنا والله ما حبيت اللغة الإنجليزية إلا لما دخلت الجامعة بالضبط، يعني حتى وأنا في المدرسة ما كانش في عندي شك 1% شو بدي أدرس في الجامعة، ما كنت عارف نهائيا. لكن ممكن إن أنت تكتشف الأشياء اللي بتحبها، موهبتك، ممكن موهبة whatever على كبر، لكن أهم شيء إنك بالأول بالآخر تكتشف شو أنت بدك وما تضلكش عايش عشوائي. استفسارات ثانية؟ نشكر صراحتك وبدنا نسافر. طيب thanks for watching my dear students 8th graders wherever you are in our lovely country Jordan. Until I see you next live broadcasting, I hope you and I wish you all the best. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك.